ما لا روح للملوك ابوس لها مريدينا وقول انا هولي سبيت الوزيرة اسرع الفتنة عجل فرنسا عليك بدلاتك راني نقولها لك راي بتلمك خير بلادك ما لا روح للملوك ابوس لها مريدينا وقول انا هولي سبيت الوزيرة اسرع الفتنة عجل فرنسا عليك بدلاتك راني نقولها لك راي بتلمك خير بلادك راني جيت باش نقول لك كلام من الصميم وثبت لك الكلام اللي قالوا بكري اسماعيل هادي سنين عديت والناس الكل مخدوعة فيك وانت يا غير افكار الشيطان اللي تسير فيك ما فهمتش انت فنان مفتي ولا امام ولا ارهابي يقتل الناس باسم الاسلام على جرزلة لسان يغلطها مهما انسان بخصتي بينا ودلتي منها انت يا راس المال شفيتي العديان بها تبان يا عريان اهلي في البلاد مسخرة عند الهمال راي كبيرة وكي كبرتي بان التجاحة اقسم بالله بوميدين كل جحي يعطيك تراحة بترجع لا كونفيونس تاع لي جان سي ترو تار نفاقو بيك في الكاميرا كاشيتا عالنهار وليتي سوفاج تسب البلاد لي رباتك البلاد لي قراتك البلاد لي طلعات مالا روح للملوك ابوس لها مريدينا وقول انا هوري سبيت الوزيرة اسرع الفتنة عجل فرنسا علي بلادك راني نقولها لك راي بتلمك خير بلادك مالا روح للملوك ابوس لها مريدينا وقول انا هوري سبيت الوزيرة اسرع الفتنة عجل فرنسا علي بلادك راني نقول هالك راي متلمك غير بلادك وطح غاضتني منك نهار لي حرقوا العلامة ما هدرتي حتى كلمة وما سمعنا حتى كلامة الاعلام اللي ماتوا عليها الشهاد الابرار حرقوهم رمدوه قدام عينين الكفار بسم المروح فها ياسر لي كونسير كون تغني عليهم يعني ليك موفيز افير مالا بوسة لي دين ولا علبوها وطنية وغنيك الطلياني وقول الصحراء مغربية عايش في فرنسا مصبح اليهود بلادك تضرب فها بكلام قصر وبارود مش كل العبد ده مش حبل بلاد تقدمه يعرف غير يكسر ناس تبني وهو يهدمها حرام عليك والشباب وصايفة راك وصلت الأكبر درجة من النفاق ربي حاسب على النية روح في كل مكانة وكيما قالوا هالك ربي عنده دي جمال مالا روح للملوك ابوس لها مريدينا وقول انا هوري سبيت الوزيرة اسرع الفتنة عجل فرنسا علي بلادك راني نقول هالك راي بتلمك خير بلادك مالا روح للملوك ابوس لها مريدينا وقول انا هوري سبيت الوزيرة اسرع الفتنة عجل فرنسا علي بلادك راني نقول هالك راي بتلمك خير بلاد وعدها التاجر في الدين بتركة وتع الإسلام معنا بالك شبل القرآن معاك يوهان الرسول قال هذا مزمار الشيطان ربي يهدينا صحيبي هدرة الحق تتقال يا خسارة فلسطين ولات لك تجارة واحنا ما درنا والو في الديرة يا اخي حالة برضو عن بالك اللي بزاد تحب تقوم مع الشعب الفلسطيني ظالمة والله مظلوم غفاري مش هغنايا ولا شهرة في العالم غفاري تعالم وحماية للوطن قول لسوريا ليبيا واليمن يشري والأمن والأمان وبأي تبنى يزيني منك من بكري وانا حاشم منك معرفت باللي غير المصالح انت لك همك راني خير منك يا وحد الصابوتر من وقت كاميكاز وانت بصابوتي فلي رابر المرحوم اسماعيل وهاب وكريم انبياس وانتيكا والجروب اللي جايين يا اناني يلي حياتك كاملة راي بالحيلة ديجا روح فري مشاكلك مع الوزيرة مع روح للملوك ابوس لها مريدينا وقول انا هوري سبيت الوزيرة اسرع الفتنة عجل فرنسا علي ببلادك راني نقول هالك راي بتلمك خير بلادك يا روح للملوك ابوس لها اسرع الفتنة عجل فرنسا علي ببلادك راني نقول هالك راي بتلمك خير بلادك اللي تحت اللاعبين شي نزوان يا بلادك سامح هاي بالي ربي يهدينا ويهديك تحكي على الوحدة انت حاجة تفرقنا وبقى دي مكاكا يا وحدة دبل كاكا